تتجاوز. التظاهرة الرياضية اللي طبعا 11 بمدينة ثنية الحد، كانت العدد المشاركين الحمد لله من مختلف الفرق وهواة الرياضة الجبلية، منهم فرق الدراجات الهوائية الجبلية وفرق المشي روندوني، وكذلك بمشاركة السيارات الكلاسيكية القديمة، وكان العدد المشاركين حوالي 500 حتى 600 مشارك، والعدد مازال يزيد إن شاء الله. غابة المداد هذه يا الله يبارك، بلاصة شابة شابة بزاف، جينا ليها والله غير عقبناها الحمد لله وبيان كاع. التنظيم يعني كان بطريقة جيدة ومحكم يعني، وتهلاو فينا في لي ستاسيون مو، قسموا لي جروب كل جروب وين، يعني حاجة مليحة. الغابة هذه تتميز بشجرة الأرز، المنطقة تاعها هذه التضاريس تاعها ولا كيفاش نقولوا الجبال، يعني نادرة. هذه بالك من اروع المناطق في الجزائر. سي لا دوزيام فوا نخرجوا في غابه المداد هذه، وما شاء الله جنه جنه فوق الارض. يعني الناس كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش يسمعوا بها برك، وننصحوهم باللي كيجوا يديكوفريوا بلادهم.